الدريقة نهار زادت فرحنا بيها بزاف، ونهار ولات تعرف ولات هذيك باع بواشي خدامه وشرينا ليه هنا، ما بغيناش خلوها تكرفص ياكل الحجر ياكل التراب، ما تصبر تاع على حاجه عدا المناعه ما يقعلك قليله بزاف كدير بزاف. وهزيناها وهزينا في سناننا تكبرناها فرحين بها بزاف، واللي بغاتها هي قال لي تكون فاطمه الزهراء، بغات كسوه نوجدوا ليها، بغات شي حاجه نوجدوا ليها، بغات لا درنا الغدا تبغي العشاء، وما نقولش ليها شي كلمه شي ديال هذيك. وخوينا عليها البلاد وجنا هنايا ولك حنا هازينا في سناننا، ديتها للمدرسه ما عرفتش خطرات دي محملاها، ومن اللي الحق يقول لك لا هاد الدريقه ما غاداش دير. اما انا بزاف نبكي جاي ونبكي ومحملاها، نقول لي علاش حيت ما كانش عطى الكروسه ما كان كي كبيره من لحقه ما نقيش نهزها في ظهري ونحملها، ويني ربي معاوني عليها حتى انا مريضه وعندي الاعصاب معاوني على الدريه. ولا بالنسبه للزواج كاس جوج سيمانات ولا ثلاثه وكي تقول لي عيطت عليا اختها قالت لي امي نقول لك واحد الكلمه وكي معايا بحال باركه، قالت لي الدري هذاك ايوب راه باغي ياخذها، قلت لي لا لا ما نعطيوهاش الدريه تبقى معايا تدفني ولا ندفنها، ما فيها طمعيه ما فيهاش الزواج، فتزعمت تاع الحاجه وما تقد تاع الحاجه، انا شحال غادي نبقى عايشه معاه؟ انا هزيت هذوك تكبرت ولا تعرف، ودروك لو ولدت فنيكا ولا ولدت وليد شكون غادي يهزها؟ قالت لي لا غادي نتزوج، قلت لي لا ما غاداش، قالوا لي قالت الدريه هي وخيتها، لا قولي لبونا يقولوا با مع الجيل يعني ما يسميوه. ملي جيت انا جوج سيمانات ما قدرتش نقول لي فاطمه الزهراء باغا تزوج، هذيك السيمانه تاع الجمعه فاكر شويه تاع الكسكسو وجات الدريه خطا وهكا، ملي تغدينا قالت امي قلتي لي؟ قلت لي لا ما قلتش، وهو تيقول لي اشنو قال هاد الهضره؟ قلت ما قلت، قلت لي انا قصت عليه الدريه بنتي، قالت لي راه فاطمه الزهراء باغا تزوج، قال لي لا ما نزوجوش بنتي، بغيتو ديروا شي حاجه غادي نخوي البلاد حيت ما فيهاش طمعيه ديال الزواج. اش غادي نقول؟ ما فيهاش طمعيه، بقينا معاها بحال كوا، سلمنا امرنا، بدات ناضت البوا قالت لي لا باغا نتزوج، وانا نخرج البوا قالت لي شوف حنا كبرناها وهزينا في سناننا، واللي بغات نديروها لها دوك غادي نكملوا معاها، نتزوجوها، اه غادي نتزوجو نديروا لها خاطره، ما نجرحوهاش بزاف، ما نبغيش نجرحها، قالت لي شوف نزيدوا على العمل. هذيك بنقتنا وعطاها لينا الله تزوج، صافي زوجناها جا الراجل جا الدري جاب الناس فرحنا بيهم درنا اللي قسم الله، اه الدري اللي عمر دار درويش ما بليش يولي ما عدوش معمرني، كانت مو ميتة بكري باه قال لكم زوج على مو بكري يبقى مسكين يتلاوح، قلت لي شوف وليدي تمن وليدي تمن ولادي وفعلا بنكتي تي شوف تمن ولادي اللي درتها تاكلها مع ولادي، الله يكمل عليهم بخير والله يعطيهم صحيحتهم والله يعطيها صحه جديده، ما كرهناش يديروا ليها رجيله تدخل تاكي وتشوف، ونمشي مهنيه منها، الا مشيت نموت نخلي كان عدي علقه عليها، عدي علقه بزاف ويلي رجع الله اه خايفة الموت، وقلت طبيا ما يهزاش ليا توا، قلت والدي بزاف ربيتها هيكا وكبرتها، وطبيا نقول حتى ولا عندي الاعصاب ومريضة وخا الا دار معايا شي واحد نطيح، الله يدير شي تاويل تاع الخير، الله يجعل ربي يشوف، الله يجعل ربي يشوفه ويهنيني وشوفوا اخوتنا وشوفوا سيدنا على وجه الله قاعد، سيدنا كيشوف هاد الحاله شاف اكثر حاله بنتي اللي معاقه بزاف، وشوف شي حاجه ودارنيهم كل شيء، وانا ما نعرفش انا هاد الشيء، عيشيتو تاتوما الله يخلصكم ربي اللي يخلصكم، انا قلت نقول الدريه كان يقولوا لك تماك من الاولاد كان يقول لك باغي ديري لها برويطه اش غادي ديري لها؟ قلت لها عطيكتو بزاف ما ندير لها لا برويطه لا قادر بها، ودروك يسقلوني يقول لك بصح فاطمه الزهراء حامله نايني اش غتديري؟ نقول لها اللي ملي كبر سيدي ربي ولا تاذيك ودخل الحمام، الا مشيت معاها انا نعقل
تعقد من جيتي تقول لي ما تعرفيش تحكي حاجاك، ما تعرفيش تعومي، ما تعرفيش، ما تليش انا صافي نبغي تمشي وحدها، ما نبغيش نمشي معاها. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.